بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بنستكمل باقي الـ methods of control emissions أو باقي طرق التحكم في الانبعاثات الغازية، وهنتكلم اليوم على lean premixed pre-vaporized combustors أو بنختصره LPP، اللي هو استخدام المحرقة أو المحرقة ذو الخلط المسبق. إن إحنا بنعمل كان في الغرفة الكونفنشن العادية بنضخ الوقود على غرفة الاحتراق مع الهواء الخليط بتاعنا، لا احنا هنعمل عملية الخلط قبل ما نخش على غرفة الاحتراق، وزي ما بنسميه pre-mixed. وهنشوف مزايا وعيوب هذه الطريقة او مزايا هذا المحرق، وده برضو من اللو نوكس اللي بيديني اللو نوكس انبعاثات اكاسيد نيتروجين منخفضة. يبقى زي ما قلنا اللين pre-mixed pre-formized pre-fabrized combustors LPP بيهدف الى eliminate local high temperature point by mixing fuel and air upstream of combustion zone. ان احنا بنيجي بنقول عندنا هنا ان انا بعمل eliminate للhigh temperature، لما اعمل عاية حرقة بالطريقة العادية بلاقي بعض مناطق بيكون فيها temperatures او بعض اللوكيشن فيها temperature عالية جدا، انا لما بخلط قبلها بقدر اعمل ازالة لهذه اللوكال هاي تمبريتشر بوينتس. ولذلك احنا هنا بنخلط عملية الخلط في الجزء اللي هو البري ميكسينج تيوب هنا، وبعدين بيخش على الكومباستورز بالشكل ده، وطبعا ده بيكون في الجاس تيربن اللي موجود عندنا. يبقى انا بعمل عملية الخلط في التيوبس اللي موجودة هنا قبل ما بخش على عملية الحرق نفسها. الكومباستورز اوبريت ات لين بري ميكسد بري فابورايزد ميكشرز. يبقى انا عندي الكومباستور زي ما قلنا، انا بعمل خلط وبعدين بخش على غرفة الاحتراق. احنا بنلاقي انه الـ LPP كومباستورز is divided into three main regions. عندي ثلاث مناطق في الـ LPP. الـ first regions المنطقة الاولى، ودي مخصصة for fuel injection, fuel vaporization and fuel air mixing. يبقى بعد بضخ فيها الوقود، بعمل فيها عملية التزرير أو التبخير، وبعمل عملية الخلط. الفانكشن منها to achieve complete evaporations and complete mixing of fuel and air prior to combustion. نحن بنتأكد من أن عملية الخلط بتتم كلها قبل ما نخش إلى عملية الاحتراق أو إلى الكومباشن. The combustion process proceeds uniformly at low temperatures and low NOx formation. وده بيقال لي عندي إلى تقليل أو تشكل النوكس أكسيد النيتروجين. The second region is the flame stabilized، ودي عملية استقرار اللهب by creations of one or more recirculation zone. المنطقة الثالثة عندنا third region is the conventional dilution zone، اللي هي المنطقة بتاع المخففة التقليدية اللي موجودة عندنا في عمليات الحرق. طبعا الكلام ده بنعتمد على انه معظم دارس حرق احتراق قبل كده وعارف هذه المناطق اللي موجودة عندنا في عملية الحريق. طبعا لما نيجي نبص عندنا نتيجة التجارب المعملية ونتيجة خصائص الانجن من ناحية التمبريتشرز ومن ناحية الفوليوم ومن ناحية البريشرز، احنا قدرنا نوصل الى two correlations بتحدد لي الـ concentrations of UHC and CO، والـ correlation الأولية دي بتحدد هذه النسب. يبقى لو استخدمت هذه المعادلة بمعرفة الـ PAR ومعرفة الـ TBZ ومعرفة دلتا B ومعرفة الـ VC ومعرفة الـ constant C، هذه المعادلة جاية من نتائج معملية أجريت على عدة engines وصلنا إلى هذه الـ correlation. الـ C عندنا constant equal 0.00577. ال N دي إذا كان هحسب للسي او بحط ال N بالرقم ده 3.421، أما إذا كنت هحسب UHC هحط ال N بتساوي 2.4 لو أنا هستخدم أحسب ال concentrations بتاع ال UHC. كذلك يوجد أيضا correlations لل NOx concentration من المعادلة اللي موجودة قدامنا، والحالتين بيحسب لي النسب بتاعتنا بال PPM اللي هي البارتيكولات بير مليون، وده عندنا النوكس بتساوي 2.6 في 10 أس ناقص 4 اكسبوننشال ماينس 50 بلس 3.6
TF في بوينت أوس بوينت 455 ماينس TF ديفايد باي 39. التو كورليشن دول طبعا لو انا عايز عندي كل الخصائص بتاعت الانجن بنديك هذه البارامترز وانت بتدخل على هذه المعادله وتحسبها اقدر احسب نسبه النقص المتوقعه سواء النقص او سواء اليو اتش سي اند سي او. برضو عندنا هنا لقينا انه بين الاكسبيرمنت وبين الكورليشنز وصلنا لها جود اجريمنت between UHCC1 NOx measured and calculated using the empirical correlations اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. ويمكن عندي الفيجرز الاولاني الفليم تمبريتشرز مع ال UHC والفليم تمبريتشرز مع ال CO والفليم تمبريتشرز مع ال NOx. هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ انه لما بتزداد درجة الحرارة بالنسبة لل CO والنسبة لل UHC النسبة بتاعت بتزداد لحد قيمه معينه وبعدين تبدا تقل تاني. هنا نفس الكيرف يزداد وبعدين يبدا يقل تاني. اما النوكس بيبدا يزداد مع زياده الفليم تمبريتشر زي ما احنا قلنا قبل كده. طبعا دي التجارب معموله على انجن بمواصفات معينه نسويرل كيس، دي الكونديشنز بتاعت التجارب عندنا، وعندنا الداتا اللي موجوده عندنا تعمل عند البورت 1 عند البورت 2 عند البورت 3 للانجن، وواضح عندنا الترند في كل الاحوال هو تاثير الفليم تمبريتشرز على الديستريبيوشنز بتاع الاميشن بريسنتج. لما نيجي نبص هذه الطريقه ونبتدي نشوف عمليه الخلط المسبق دي ادت الى ايه او ايه مزاياها وايه عيوبها، يبقى الادفانتجز اوف ال بي بي كومباستورز، مزايا المحرقه ذو النقص المنخفض. اول حاجه free form from carbon formations, reduce heat transfer to linear wall, reduce air needed to linear wall cooling، ما بحتاجش عمليه تبريد. if flame temperature not exceed 1900 زي ما احنا قلنا قبل كده في المحاضرات السابقه، NOx formed does not increase with the increase in residence time. ال LPP system is designed with long residence time to achieve low CO UHC while maintaining low NOx level. ودي معلومة مهمة جدا جدا بالنسبة لهذا السيستم، انه انا بخلي long residence time علشان اقلل CO واقلل UHC وفي نفس الوقت بحتفظ باللو نوكس ليفل. ال LPP volume nearly half of the conventional combustor، يعني لو عندي كومباستورز عادي وقارنته باللين بريمكسد بلاقي انه الحجم بتاع اللين بريمكسد تقريبا نص المحرقه العاديه. ودي مزايا بالنسبه لهذا السيستم. يمكن المزايا البيئية المهمة عندي هي النقطة اللي أنا بتكلم عليها دي من أهم المزايا البيئية عندنا لهذا السيستم. طب إيه العيوب بقى بتاعته؟ Disadvantages of LPP combustors. أول حاجة long time required for fuel evaporation and fuel air premixing upstream of the combustor zone. طبعا هحتاج وقت عشان أعمل عملية الخلط قبل ما أخش على منطقة الحرق. Occurrence of auto ignitions، ان ممكن يحدث عندي اشتعال ذاتي او اشتعال اوتوماتيك اشتعال لوحده، or flashback at higher inlet air temperature. High air flow rate result in flame temperature blowout. Acoustic reasons، ممكن تسمع بعض الاصوات الرنين لمثل هذه الاجهزة. يبقى احنا شفنا ال LPP combustors وشفنا المزايا وشفنا العيوب بتاعته، ودي كأحد طرق التحكم في ال NOx وال CO وال UHC، لكن هو mainly for NOx. نلقاكم المحاضرة القادمة إن شاء الله ونستكمل باقي طرق التحكم في الانبعاثات الغازية.